رح نروح لأولى محطاتنا رشا، واليوم رح نحكي شوي عن مفهوم يمكن ما الكل بيعرف تفاصيله، ولكن بظل طبعا زيادة الاستثمارات وأيضا الحياة الاقتصادية والتجارية بين الدول بالعموم، ظهر مفهوم التحكيم الدولي التجاري. طبعا رح نحكي أكثر عن هذا المفهوم، نشأته أنت نشأ وكيف ممكن تستفاد منه، هل هي مؤسسات شركات أم الدول بشكل عام، وأيضا بعض المعلومات الخاصة عنه. كل هي التفاصيل وغيرها من الاستفسارات رح نطرحها على ضيفنا بالاستوديو، المحكم التجاري الدولي فوزي السعدي. سعد صباح، اهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحكم وشكرا للاستضافه الحلوه على الاخبار السوريه. اهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك. اليوم مثل ما قلنا بالمقدمه عم نحكي عن مصطلح يعني ممكن الناس اليوم بعض الناس تستغربه، هو منتشر عندنا بسوريا ولكن بنسبه يعني ما كثير، مو 100% اكيد طبعا في نسبه له. خلينا بدايه عن استاذ فوزي نعرف شو هو التحكيم التجاري. حقيقة هو التحكيم التجاري هو مفهوم اختلف حتى الفقهاء على تسميته، منهم سماه قضاء خاص لفض المنازعات بالاتفاق بين الأطراف، ومنهم سماه أسلوب اتفاقي. قانون تحكيم رقم 8 بسوريا برقم 4 ل 2008 سماه أسلوب اتفاقي قانوني، بيتفق بموجبه الأفراد على اختيار شخص أو أشخاص يحكموا القضية اللي بتكون بيناتهم أو المنازعة المعروضة بيناتهم، بيلجأوا لأشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة، بيرتاحوا لحكمهم وبيحتكموا لهم وبيطلعوا الحكم التحكيمي كحكم قضائي. طيب خلينا نعرف بداية أنت نشأ هذا المفهوم، وأكثر خليني أقول المجالات اللي ممكن يستخدم فيه، هل هو التحكيم فقط تجاري مثل ما قلنا من اسمه، أو هو ممكن يأخذ قطاعات مختلفة ومجالات مختلفة؟ طبعا اللي هو جوهر التحكيم، مفهوم التحكيم أنه كان بفجر التاريخ كان الأشخاص بس يكون في منازعات بيناتهم يلجأوا لأشخاص معروفين بالعشيرة أو القبيلة أو الجماعة تبعهم، صح، أنه هن المشهود لهم بالرأي السديد وبيقول الحق وبيلجأوا لهم مشان يحكموا بيناتهم. هاي جوهر التحكيم. التحكيم التجاري هو ممكن يكون تجاري، ممكن يكون بمسألة عادية طبعا ما عدا مسائل النظام العام اللي هي القضاء العادي هو مختص فيها، مثل الجنايات الجرائم من اختصاص القضاء العادي. اتطور مفهوم التحكيم ونشأ لحتى صار من الثورة الفرنسية، عند قيام الثورة الفرنسية كانت الثورة الفرنسية تنظر القضاء العادي نظرة استياء، مما دفع الثورة الفرنسية لتعزيز دور التحكيم وإبرازه كبديل عن القضاء العادي، ونشأت المؤسسات التحكيمية بهذاك الوقت، صارت منظمة أكثر من أنه موضوع أنه نحن نلجأ لفرد معين أو أفراد معينين، في مؤسسات صارت اختصاصية بالموضوع، مجال التجاري، المجال المدني، الخلافات المالية، التجارة، الاستثمار، وتطورت الأمور لوصلنا بسوريا لإصدار القانون رقم 4 ل 2008 وقنن التحكيم بشكل واضح يعني، وحط شروطه وكيفية الاتفاق على تسمية محكمين وكيف عقد التحكيم وهالأمور اللي لها علاقة بالتحكيم طبعا يطول شرحها. أستاذ فوزي حضرتك من أي سنة محكم؟ من 2017. طيب خلينا نرجع معك من خلال عملك ومن خلال التحكيم لبعض القضايا اللي حضرتك كنت مسؤول عنها أو كنت أحد أعضاء التحكيم من خلالها، كنت نعطي أمثلة كرمال اليوم هيك نوضح للناس أكثر شو هن القضايا المتعلقة بموضوع التحكيم تمام. التجاري الدولي. القضايا أكثر القضايا 90% من القضايا المتعلقة بالتحكيم هي خلافات تجارية بين تجار، بيكون في اتفاق بعقد أنه نحن أي خلاف قد ينشأ بيناتنا مستقبلاً نحن بنلجأ للتحكيم بدل القضاء. هون ما عاد فيه الواحد يروح على القضاء، بده يضل بمجال التحكيم. مثلاً مثل قضايا معمل أقمشة. نعم. اتفق شخصين، شخص وتاجر على توريد كمية من الأقمشة بمواصفات معينة. عند تسليم الكمية طلعت مواصفات غير مواصفات متفق عليها. هون ساعتها بيلجأوا للتحكيم، بيجي المحكم أو المحكمين بيعقدوا جلسات مثل القضاء العادي، بس ما هم متقيدين بإجراء شكلي أو روتيني أو بأي مكان فيهم يجتمعوا بيحددوه مثل القضاء طبعا، بيستمعوا لأطراف، بيطلبوا خبرة، بيشوفوا مثلا الأقمشة هل هي مخالفة فعلا ولا هي مطابقة،
نتيجة الفحص والتدقيق واستماع من الطرفين بيصدر الحكم التحكيمي من المحكمين أو المحكم بهذه القضية. بس لحتى يصير هو حكم مثل القضائي لازم يتصدق من محكمة الاستئناف اللي تابع إلى مركز التحكيم. طبعا محكمة الاستئناف لا تتدخل بالحكم وإنما تصدق عليه فقط، فيصبح حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وينفذ فورا. طيب استاذ فوزي، هيك حضرتك شرحت لنا آلية التحكيم، يعني هي ممكن تكون لجنة التحكيم اكثر من محكم، وممكن يكون محكم واحد على حسب حسب الحالة مثل ما في نقول. طيب خلينا نحكي شوي عن ميزات التحكيم اليوم. شو بيختلف اذا انا لجأت للتحكيم عوضا عن القضاء ببعض القضايا، وهل في حالات معينة انا بلجأ فيها للتحكيم ما بلجأ فيها للقضاء؟ تمام. اول شيء من هو مزايا التحكيم، هو اللي دفعت لانتشاره باوروبا. حتى كثير من دول اوروبا مثل المستثمر الاوروبي بس بده يستثمر برا، اول شيء بينظر انه هل الدوله اللي بده يستثمر فيها فيها تحكيم ام لا. اذا ما فيها تحكيم فممكن يعزف عن الاستثمار. ليش؟ اول شيء مزايا التحكيم انه السرعه بالفصل بالمنازعات. السرعه بالفصل يعني ممكن يحسم القضيه خلال اسبوع او خلال شهر او خلال ايام فقط، بينما القضاء العادي يعني طبعا نتيجه الدعاوى المتراكمه على للنظر فيها بيتاخر احيانا سنين. فهي اول ميزه واهم شيء بالتحكيم. ومثل ما بنعرف انه البطء في تحقيق العداله هو نوع من انعدام العداله، هي الميزه التحكيم اللي بيتفوق فيها على القضاء. هو ما فيه بطء، هو فيه ما فيه بطء، اخذ الموضوع بسرعه. وثاني شغله فيها عندك حريه للمتخاصمين باختيار الاشخاص اللي هن بيرتاحوا لقضائهم وحكمهم، وهي الميزه مو موجوده بالقضاء العادي. طبعا يعني نحن بنيجي على المحكمه، القاضي طبعا بيكون حسب اجراءات المحاكم قانون مختار مسبقا. وفي ميزه مهمه كمان للتحكيم انه هي بتترك للمحكم يعني حريه في مرونه، حريه الاجراء يعني الانتقال بسرعه بدون اذن مثلا مثل القضاء او شيء. فبيكون عنده مساحه حريه من الاختيار وبيساعده لوضع حكمه بشكل صحيح. طيب ماديا اليوم ممكن اقل من القضاء المحاكم العاديه؟ طبعا اذا بدنا نحسبها على ماديا يعني اذا بدا القضاء خلينا نقول سنتين راح اقول لك مثلا أكثر. التعب بتكلف اكثر ووقت واطاله وغلاء اسعار يعني. طيب التحكيم التجاري اليوم يعني احنا بنعرف بالقضاء مثلا المحاكم العاديه ممكن المحامي يروح يستأنف، ممكن طبعا اعاده نظر بالدعوه اليوم. تمام. هل هي القصص كمان ممكن تطبيقها على التحكيم التجاري؟ تمام، هي سؤال كثير حلو. التحكيم عندما يصدر بالدرجه النهائيه ويصدق محكمه الاستئناف فيكون قطعي، لا يمكن الطعن بقرار المحكمين الا طبعا اذا خالفوا اجراءات التعيين، خصوصا المفوضين بيسموه المفوضين بالصلح. هدول بيكونوا معينين بذاتهم، يعني انا مثلا بعقد انا بذكر بدي الجا للتحكيم، هون انا ما حددت محكم، بينما انا اذا محدد شخص بعينه باسمه وما نظر بالقضيه، نظر واحد ثاني انا فيني اطعن بحكم التحكيم. اكيد بس بهالحاله. وعم تسالني الاستاذه انه موضوع انه ايمت بلجا للتحكيم او القضاء. طبعا انا في مسائل النظام العام مثل ما حكينا، مواضيع الجنايات، المواضيع اللي الدولة تكون طرف فيها، هون لا يجوز اللجوء للتحكيم، فقط القضاء العادي هو المختص بالفصل بهي المنازعات. لهيك انحصر أكثر بأنه اسمه المتداول أنه هو التحكيم التجاري. التحكيم التجاري. يمكن تمام. بالقضايا التجارية أكثر، حتى يمكن مثل ما قلت بما أنه سريع فبيعطي سهولة ومرونة بحل الأمور. طبعاً. طيب خلينا نحكي اليوم بظل الحرب قد ايه ما زال منتشر يمكن هذا النوع من التحكيم. نحن بنعرف في كثير قوانين تغيرت بعد الحرب، طبعا مع طبيعه تغير الاحوال بشكل عام والمناخ. يمكن في امور تجاريه تغيرت حتى بين سوريا وبعض الدول بعد العقوبات علينا. بالنسبه للتحكيم التجاري، هل استطعنا نستفيد منه بهي الحالات او لا؟ أكيد. هلا بالفترة الأخيرة السنة الماضية وهي السنة تم إنشاء العديد من المراكز التحكيمية مشان ينظموا عملية التحكيم، يعني تم إعادة تفعيله فينا نقول. طبعا هو مفعل التحكيم بموجب القانون رقم 4 من 2008، بس للأسف ما في وعي بالموضوع التحكيم، يعني هلا أي متخاصمين لا بنلجأ للقضاء ما بيعرف التحكيم. فهون يفترض إنه مع إنشاء المراكز التحكيمية يكون حتى دور المراكز هي التحكيمية يلاقوا طرق يوعوا المواطنين انه في عندنا تحكيم، في عندنا
في شيء سريع يعني ممكن يحسم المنازعات وما يعطل حتى كمان بيريح القضاء مستقبلا من كثره الدعاوى المعروضه عليه. يعني طبعا في ضغط. حتى مميزات التحكيم اللي ما ذكرناها انه بخفف عن عاتق القضاء، كثير دعاوى مو مهمه بتفرغ القضايا الاساسيه اللي من صلب هي اختصاصه اكثر من التحكيم. وممكن يكون التحكيم بموضوع مواضيع مدنيه، موضوع مالي، عقد بيع كمان يجوز، ولكن الصلح على تسميته التجاري كونه هو نشأ بين تجار بالاساس. طيب من 2000 يعني من ساعه التاسيس لليوم، شو اللي التطورات اللي تم تطويرها، تم تفعيل قصص جديده ضمن التحكيم؟ التطورات مثل ما حكينا صار في وعي اكثر بالتحكيم، حتى وزاره العدل المشكوره عم تشجع على ترخيص مراكز تحكيميه كثير بالبلد، صار عندنا تقريبا لا يقل عن 10 مراكز ضمن دمشق. طبعا هي دمشق هي هون اكثر شيء منتشر فيها التحكيم، المحافظات يعني لهلا لسه مو معروف ابدا يمكن. والتطورات طبعا محصوره حاليا بالتحكيم الداخلي، التجاري الداخلي، الدولي مثل ما تفضلتي نتيجه الحرب والازمه اللي صارت ممكن اعاقه التطور تبعه والمستثمرين الاجانب، يعني ما في مستثمر لحتى يكون في تحكيم دولي. بس مستقبلا ان شاء الله مع الانفراج بتوقع ان شاء الله يتطور ويصير بمرحله متقدمه جدا بسوريا ان شاء الله. اليوم انتم مع هي القصه انه تنتشر بالمحافظات السوريه يمكن. اكيد اكيد اكيد. طيب كمان حضرتك ذكرت انه في كثير مزايا يمكن لسه ما حكينا عنها من مزايا التحكيم، ولكن دائما وقت بنحكي عن شيء بنقول اكيد له سلبيات وله ميزات. طبعاً. يمكن هذا الشيء بيختلف شوي عن القضاء باعتباره هو السلطة المفروض تطبق مثل ما بيقولوا أبرز نواحي العدالة، ومع طبعاً. هيك بنشوف في بعض القضايا بيقولوا لك هون المحامي مثلاً استغل روح القانون بعيداً عن ممكن الكون المادة القانونية شوي مثل ما بيقولوا قاسية، بينما روح القانون قدر. نفس الشيء المحكمين هون، خلينا نحكي عن الأسس اللي بيعتمد عليها المحكمين بطريقة توليهم تمام. مثل هذا النوع من القضايا. بالنسبة للمحكم مثل ما قلنا ما بيتقيد بقانون وضعي او شكلي 100%، طبعا ما عدا اجراءات التعيين مثل ما قلنا المحكمين، تنظيم التحكيم ككل. بينما المحكم بيستمد الحكم تبعه من ضميره الشخصي، وهي حكينا اول حلقه وقت انه كانوا يلجأوا للتحكيم لاشخاص معينين بذاتهم، يعني بيستخدم قواعد العداله والقانون الطبيعي لاصدار حكمه، يعني مرجعه هو ضميره، فبيصدر حكم التحكيم بناء على قناعة شخصية عندها الشخص أنه أنا أصدرت الحكم الصحيح بين المتخاصمين، يعني مرجع هو ضميره بيستخدم قواعد القانون الطبيعي والعدالة أكثر من القانون الوطني. اليوم أهم شيء عدم الانحياز لأحد الأطراف بالنزاع. اليوم حضرتك محكم، واليوم لحتى تم تعيينك بهي الصفة مفروض يكون شهادات، مفروض يكون معك شهادة مصدقة، غير الصفات طبعاً. الخارجية لشخصية المحكم. أكيد. خلينا نروح للمهارات والشهادات اللي اليوم بتخليك تكون محكم. بالنسبة للمهارات والشهادات، أول شيء بالنسبة للتحكيم مو مطلوب يكون فيه شهادة أحيانا. فيك تمارس المهنة بناء على سمعتك الشخصية وكفاءتك، بس طبعا غالبية الناس أو المراكز التحكيمية أكيد يفضل يكون في تدريب، دورات مهنية أقام فيها المحاكم، مثل الدورة اللي خضعنا لها نحن، خضعنا لثلاث دورات أو أربع دورات لوصلنا للدورة المعمقة. كانت هي الدورة بالتعاون مع نقابة القضاة المصريين، مع مركز العدل للتحكيم، كان في تعاون بيناتنا. كانت اول شهاده خارجيه ناخذها هون بسوريا، كانت صادره من مصر. وقد ايه بدك الكورس؟ يعني صعبه هي كمان، يعني هذا الشيء، يعني اليوم نحن بنعرف القاضي بيقولوا عليه مسؤوليات كثير كبيره، نفس الشيء المحكم كمان بيكون عليه مسؤوليات كثير كبيره، خصوصا انه مثل ما انت قلت يمكن الاشخاص بيختاروه لانه معروف بضميره، معروف بنزاهته، بانه سديد الراي وما الى ذلك، يعني في صفات شخصيه لازم تكون موجوده، مهارات معينه لازم تكون موجوده ايضا بالمحكم. من الصفات الاساسيه اول شيء هي الامانه وعدم الانحياز والموضوعيه وعدم يعني عدم التسرع باصدار الحكم، يعني بده يكون على يقين 100% انه
فعلا استنتج الحكم ما هذا ظلم حدا، ما ظلم حدا ابدا. يعني حتى لو انا اخترته بالعكس لازم يكون موضوعي جدا حيادي اكيد، واللي يخلي المحكم ينشهر اكثر مثل ما تفضلت المزايا والهي هو ممارسته الطويله وتثبيت ثقه الناس فيه، مما بيؤدي الى انتشار سمعته انه فعلا الناس بيصيروا يختاروا له اكثر من غيره، كانوا انه هذا ما بينظلم عنده حدا وحكمه هو صحيح 100%. طيب اليوم ذكرت استاذ فوزي انه حضرتك خضعت لكورسات ودورات طبعًا. للتحكيم، هلا خلينا نتفع النقطه انه اليوم في محبه لهي القصه كرمال لرحت بهذا الاتجاه طبعًا. بس قد اليوم مهم انك انت تتابع تطور ترجع تحضر كورسات تتعمق بهي القصه اكثر؟ يعني اكيد طبعا اي شخص بيخضع لاي مهنه كانت لازم يضل يراجع ويطور نفسه ويشوف مثل الاجتهادات مثلا القضائيه دائما يطالع فيها، شوف جديد بهالمجال يطور حاله، حتى اي كورس يعني تطريه بنسميه يفوت فيه كمان، دائما تكون خبرته، حتى الحياه هي مدرسه يعني صحيح. يعني ممكن 5 سنين انا صار لي بالمهنه هي، ممكن اتعلم من شغله لسه ما صارت معي ابدا صحيح. من حكم معين من قضيه، دائما الانسان بحاجه للتعلم ويفترض دائما يعني يدور على العلم بمجاله ويطور حاله. قد ايه بحاجه اليوم ليفصل عواطفه عن العقل عنده؟ يعني طبعا. اليوم احيانا احنا دائما كشعب عربي بنروح للعاطفه اكثر، يعني اليوم قد ايش المفروض تبعد عن هاي النقطه حضرتك؟ وبنقول دائما لما بنيجي مثلا هيك بكون اثنين عم يتخانقوا وعم يستشيروا حدا، خليك حيادي لا تحكم بقلبك احكم بعقلك، خليك اعطينا الراي مثل ما بيقولوا. هي صعبه يعني هي بالامور دائما، حتى الشخص اللي بيجي بينسال حتى لو كان هو معروف قد ايه هو امين وممكن يعطي راي بحياديه، بس بيضل حاسس انه في مسؤوليه يعني اكيد في مسؤوليه انه بده يزعل اي طرف، ويمكن بالتحكيم لسه بتزيد لانه مثل ما قلت الاشخاص اللي عم يختارون بذاته هنن اللي عم يختارون تماما. طب فينا نحكي عن بعض خليني اقول القضايا او القصص اللي انت اخذتها مثلا هيك، اذا بتذكرنا شيء مثال حاضر ببالك؟ طبعا هلا مثلا هلا كونه ما كان في قضايا كثير بسوريا، عم نحكي خلينا نحكي مثلا على التحكيم الدولي مثلا، من القضايا اللي علمونا اياها طبعا انه مثلا نزاع تم بين شركه مقاولات مثلا خلينا نقول اوكرانيه ولتنفيذ مثلا جسر بروسيا. هي الشركة الأوكرانية هي عم تنفذ طبعا اتفقوا للجوء للتحكيم عند وجود أي منازع، وهي عم تنفذ المشروع صارت الحرب، صار في قوة قاهرة بالموضوع، بقى الطرف الروسي مثلا رفع دعوة على الشركة الأوكرانية لعدم تنفيذ العقد. العقد هون طبعا دولي، جابوا محكمين طبعا من معينين من كل الاطراف ونظروا بالقضيه. طبعا ظلت القضيه طولت فتره منيحه بين الانحياز المحكمين الروس والمحكمين الاوكران في من هون ومن هون، طولت القضيه. اخر شيء طبعا صدر الحكم انه هو نتيجه قوه قاهره الشركه ما نفذت المشروع، كون في قوه قاهره هون. عم نحكي انه الضمير مع انه كان في روس وكان في اوكران محكمين، كان الحكم عادل يعني وقتها. اليوم عم نحكي عن ظروف غير طبيعيه، يعني اليوم تؤخذ بعين الاعتبار من خلال التحكيم الدولي؟ طبعا قوه قاهره تؤخذ مثل قضايا القضاء العادي. نحن بنتمنى لك التوفيق بهذا المجال شكرا. الجميل، وبتمنى هيك زياده التوعيه والتثقيف بموضوع التحكيم الدولي. شكرا لحضورك استاذ فوزي. شكرا لكم وتشرفت بالحضور معكم اليوم. أهلا شكرا لك، واكيد يعني خلينا نقول اخذنا فكره عن شيء مهم صحيح. ونكون ان شاء الله قدمنا معلومات مفيده بهذا الموضوع. شكرا لك استاذ فوزي. شكرا لكم.